معنا اتصال أبو خالد من جدة، تفضل. السلام الله عليكم. وعليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة طال عمرك. ما شاء الله، تفضل. السؤال الأول في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، السؤال ما معنى الصلاة في هذا الحديث؟ سم تفضل يا شيخ. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على الصف الأول، على الصف الأول. نعم، الذي يعرف يصلون على ميامن الصفوف، يصلون على ميامن الصفوف. لا أدري هل فيه رواية أنهم يصلون على الصف الأول، لكن معنى الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومعنى الصلاة من الملائكة الدعاء له والاستغفار له. نعم.